معاكم لأزمة من الأزمات اللي بتحصل في الأندية، والأزمة دي للأسف اتطورت. يعني ممكن نطلع نقول أزمة ما بين لاعب مدير فني، أزمة ما بين لاعب وأجهزة فنية، أزمة ما بين لاعب ومجلس إدارة، أزمة ما بين لاعب وزميله. كل الأمور دي بتتلم، لكن في بعض الأزمات بتكبر وما بتتلمش، وبنسيبها إن هي تكبر وتاخد أكبر من حجمها. الأزمة دي ما بين لاعب مش صغير ومش قليل وليه اسمه وليه شأنه وليه قدره، وهو النيجيري جونيور أجايي، ونادي سموحة بعد ما راح وطلب مستحقاته المالية. زيارة أجايي لنادي سموحة انتهت بأنه هو كسر إزاز واحد من الأبواب داخل النادي، وأخذ 22 غرزة في إيده. كان رايح ليه؟ هو كان مقدم شكوى ضد النادي من قبل كده، وجت الشكوى بسبب وضع اللاعب على قائمة الانتظار وإنه محروم من ممارسة كرة القدم، وإنه عدم سداد بعض مستحقات اللاعب من الموسم اللي فات، وإنه هو بيطالب بتغيير طبيب تأهيله الحالي وإرساله لمركز تأهيل احترافي. ده اللي جونيور أجايي طالبه. اتكلم وكيل أجايي حازم فتوح عن الأزمة اللي حصلت امبارح، بأنه تم مخاطبة سموحة من أجل المطالبة بمستحقات أجايي، وموقفه هيكون عامل ازاي من قائمة الانتظار. تفاجأ بالرد أو برد نادي سموحة عليه، إن الدفعة اللي بيطالب بيها اللاعب حصل عليها بالفعل، وكان ده بإيصال رسمي، وده اللي أنفاه أجايي. قال أنا ما خدتش حاجة، ووكيله أكد إنه ما خدش حاجة، وأكدوا إنه لم يحصلوا على أي مستحقات واللي بلغ 50,000 دولار. تم مخاطبة سموحة مرة تانية، واللاعب طلب منهم مرة تانية، ووكيله حازم فتوح إن هم يفضوا الكاميرات علشان يثبتوا عدم حصوله على الأموال دي أو توقيعه على أي عقد أو أي إيصال زي ما نادي سموحة بيعني. على الجانب التاني أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة إنه أجايي حصل على كل مستحقاته، وأكد إنه أجايي كان عايز إن هو يحصل على مستحقاته عن الموسم اللي جاي، وده بيتعارض مع الوضع أو الواقع بالنسبة للعيبة، وإنه مفيش أي لاعب في سموحة أخد أي فلوس من الموسم الجديد لحد دلوقتي. وقال إنه اللاعب عبر عن غضبه بطريقة كبيرة جدا لما بلغوه أو لما المدير المالي بلغه بحصوله على كل المستحقات بتاعته، وإنه راح عمل محضر بعد ما كسر الإزاز داخل النادي. دي الرواية من جانب اللاعب، والرواية من جانب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموح. الأمور هتوصل لإيه؟ ما كناش بنتمنى أبدا إن هي توصل أصلا بدايتها لده، ومحاضر وإنه يكون في لاعب أجنبي بيوصل المرحلة دي، وبعد كده يرفع الموضوع على قدر الله للفيفا، يكون في عقوبة على النادي. زي ما حضرتكم عارفين حدوتة مكررة، حدوتة مكررة. بنتمنى إنه الأندية تحاول دايما ما توصلش مع اللعيبة للحتة دي، الأمور تتلم بسرعة، وإنه يكون دايما في تقارب لوجهات النظر، وإنه يكون لما يكون في خلاف نوصل لنقطة في الآخر تجمعنا. لكن في الآخر للأسف اللاعب بيتضر، النادي بيتضر، النادي نفسه ممكن يتوقف له فترات قيد، اللاعب بيتضر من عدم مشاركته إنه ما خدش فلوس، وكل الحدوتة دي بتضر مصلحة العامة أو مصلحة كرة القدم بشكل عام.